Good morning. ايش هالخصلة اللي تقهر اللي ما اعرف وين احطها. المهم Hi guys, welcome back to my channel. New video. Welcome, welcome, welcome. اليوم عندي لكم فيديو جديد. نفس ما شفتوا عنوان الفيديو، اليوم ابي اجرب ميك اب من براند اسنس. الصراحة انا هذا اللي ناوي اسويه، اجرب ميك اب من براند اسنس ولا اي براند موجود في الجمعية، بس المبلغ ما يتعدى 200 درهم. ابي اسوي فيديو وانا اجرب البراندات الرخيصة للميك اب، وهل هي تنفع ان نحن نستخدمها كميك اب ولا لا. متحمسة اني اجرب الميك اب من عندهم لان اسمع عليهم وايد مدح. واخيرا وليس اخرا حرفيا بقيم لكم كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء، تقييم صريح تام على الاخر، لان ما احب الف وادور، يعني اكيد يعني تحدي، فما ابي ان اقول لكم اوه حلو 10 من 10 وهو اصلا المنتج ما يكون حلو وكل هذا. بنفس الوقت بيكون تحدي لان ما بصرف اكثر عن 200 درهم. تخيلوا بشتري فول فيس ميك اب بس 200 درهم. فاطمه مستحيل تبدا اي فلوج بدون ماتشا، صح ولا لا؟ حق اللي يتابعوني من قبل يعرفون ان هذا الشيء صح. المهم فبنروح نشرب ماتشا الحين. هل اروح بيك ولا وين اروح؟ اهل الشارجه ساعدوني، وين اروح اشرب ماتشا؟ وين؟ فيس انا وايد متحمسه حق الفيديو صراحه، حسيت ان اول مره تقريبا اصور هالنوع تحديات. المهم جايز ليتس جو. اغنيتي المفضله هالفتره حرفيا. Hi, good evening. Yes, I want to order one ice matcha with coconut milk, no sweet. Please, طلبت الماتشا والحين ننتظر الماتشا. طبعا ضيعت مرتين، اول شيء كنت بروح كوفي ثاني بس بعدين قلت لا برجع حق هذا الكوفي لان هذاك الكوفي كان وايد زحمه، والصراحه انا اي مكان زحمه 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 ما احب اسير له. احلى ماتشا في الحياه حرفيا. صايره كل فلوج ابدا بماتشا بيك. كوفي بيك لازم تسوون معي كولابوريشن لو سمحتوا يعني. المهم من الماتشا تجنن، والحين فقرة نروح نشتري وندور على براند اسنس في الجمعيات. يا رب يا رب اول جمعية ازورها احصل براند اسنس وقاعدة اتسوق واشتري وخلاص. انا وصلت الجمعية الحين، صار الوقت ان ننزل نروح نشتري شوية ميك اب. حصلت براند اسنس، او ماي جاد حرفيا متوفر عندهم كل شيء، فبقدر اشتري كل شيء من هني. وايد مستانسة لان ما بضطر اني اروح مكان ثاني. عندهم كل شيء اي شادوز، حتى ابي اشتري الفاونديشن سعره 28 درهم بس. خذ بشكل عشوائي، ما اعرف ليش احس هالدرجة بتناسبني بس يمكن تكون شوي صفرة. شو لهذا؟ انا احس هذا لان هذا احسه اصفر وايد، بس ما اعرف كل الدرجات الغامقة مخلصة في هذا بس ما اعرف، احس هذا وايد دارك صح؟ شوفوا كيف جايز، كيف نشوف كيف هم الاثنين تقريبا نفس الشيء. محتاره لان الفاونديشن شوي فاتح، اخذ كونسيلر غامق شوي ولا فاتح ولا شو اسوي. ايوه احس بعد ابي باليت اي شادو، ما اعرف ليش احس. شوفوا هذا جايز، وانا كيوت وايد كيوت الالوان. هذا الاوريجينال مالهم، شوفوا كيف الالوان، الالوان البنية اللي احس دايلي نقدر نستخدمها. باودر، فبجرب اللوس باودر مالهم، هذا هو اعتقد ان اخر حبة. تخيلوا لا في واحد ثاني بس بجرب هذا. 14 18 درهم تقريبا. المسكرة عندهم وايد معروفة بس انا لاني حاطة لاشز ما بحتاج مسكرة، مكتوب انه يثبت الحواجب فخلونا نجربه مع بعض. سعره 14 درهم بس، كيوت شكله وايد كيوت، حتى اللون كيوت. نحتاج بلشر، انا سمعت مدح فظيع على البلشرات عندهم. في لون في درجه واحده من البلشر واللي هي هالدرجه، فسعره 12 درهم، فبنجربه جايز مع بعض نشوف كيف. جايز هذا شوفوا مكتوب حتى نيو، جايبين بلشر جديد. I think it's creamy فأكيد بجربه. سعره 14 درهم بس. أحس لازم هايلايتر، ما أدري هذا الهايلايتر شكله وايد كيوت، بجرب هذا الهايلايتر بعد so cute. سعره 16 درهم. وبعد شو نحتاج؟ I think شو بعد عندنا؟
أبي أشتري الفرش صراحة، ما أدري هذه الفرشة حق شو، بس I think إنه مكتوب أكيد صح. أستخدم هذه الفرشة، وبعد عندنا هني فرشة ثانية I think هذا حق الآي شادو، فبجرب الفرش بعد مرة واحدة. وخذت هذا البرايمر guys. كنت قاعدة أدور برونزر بس ما عندهم برونزر، فحرام 18 ساعة وهذا keep it perfect. أجرب الأسود ولا البنفسجي؟ أحس بجرب هذا، ما أعرف ليش حسيت إنه أحسن، مفروض إنه يخلي الميك اب بيرفكت، فبجرب هذا. عندنا أشي حق الشفايف، أو ماي جاد وايد كيوت، مرطب حق الشفايف حسيت إنه كيوت، بجرب هذا. وبعد الصراحة هني عندهم آي لاينر، هذا مكتوب إنه نيو، سعره 13 درهم، كيوت بعد. فأحتاج كحل، كنت أبي كحل حق العين، حصلت كحل آي بنسل سعره 5 دراهم. أو ماي جاد جايز، سعره 5 دراهم بس. بجرب الروج الأحمر من عندهم بعد، اللي هو هذا الأحمر مع هذا الروج، سعره 18 درهم، والبلاينر 10 دراهم حرفيا. الشفاف أحسه أحلى وايد، فباخذ هذا، سعره 14 درهم بس. حبة شكله هذا حلو لأن الناس مخلصينه، وأحس برجع هذا ما أحتاجه لأنه فيه لون. خلصنا كل شيء، خذنا كل شيء، ما بقى شيء، فبس جايز. هاي جايز، رجعت السيارة أنا، بس خلوني أقول لكم شيء، فشلت في التحدي. جايز ما أكذب عليكم، والله فشلت في التحدي. فاتورة طبعا شاري كل هذا، بس شوفوا بالنسبة أني أنا شارية full face of makeup طلع علي 283 درهم، 283 ما أعرف، بس انا كنت حاطه البجت 200 250، بس ما نفع. يعني تقدرون تقولون تقريبا فول فيس مع جلوس مع اشياء مو ضروريه وايد. انا طبعا شاريه 2 بلاشز، يعني جربت حرفيا تقريبا كل شيء من اسنس، بالاشياء من اسنس، فطلع عليه 300 درهم، تقريبا 300 درهم. بقيم لكم كل شيء بسويه حرفيا، فخلوني ما اطول عليكم، ليتس جو، نرجع البيت ونبدا ميك اب. باي. هاي جايز، هاي، سوري ما شفتكم هني، صدمتوني. واضح اني فيك صح ولا لا؟ في الحمام علشان شو؟ نحط ميك اب ونجرب ميك اب اسم. انيويز بلا لف ودوران، وخلونا الحين نبدا with the makeup look. برايمر المفروض انه يرطب البشره، وانا نفس ما تعرفون بشرتي شوي جافة، بشرتي شوي جافة، فأحتاج أن أرطب بشرتي قبل لا أحط أي شيء. بشرة وجهي يتقشر، فلازم أشتري النوع اللي يرطب البشرة. إيه ريحة كريمة، عارفة أحس إني عارفة هذا الكريم جايز. حاليا قاعدة أحس إنه حلو، أحس إنه كيوت وحلو، ما بكذب عليكم، بيرفكت. رطبنا البشرة، والحين طبعا ما ننسى نرطب الشفايف، وخذيت هذا بعد منهم، مفروض انه مرطب للشفايف. اوكي جايز شو كيف شكله كيوت، ريحته ريحة الطفولة جايز. هذا الحين نبدأ بميك اب الوجه. طبعا انا قاعدة احس اني بستخدم هذه الفرشة اللي اخذتها من عندهم، فاونديشن كونسيلر ما ادري، بس احس انها مناسبة. خلونا نبدأ نستخدم الفاونديشن. انا ما ادري، احس ان الدرجه بتكون اوكي، يمكن شوي تكون فاتحه صراحه، لان كان عندي اوبشنز نفس ما انتم شفتوا، اختار درجه غامقه ولا فاتحه. طبعا انا اخترت الفاتحه لان واي نوت جايز. حبيت الباكجينج اولا، وايد كيوت بصراحه، احس الكميه بيرفكت ومناسبه بالنسبه للسعر. تقريبا كان كم، 26 درهم، ما اذكر، بس حق فاونديشن يعتبر هذا السعر وايد رخيص، لان البراندات الثانيه. اوكي اول شيء بحط الفاونديشن على ايدي عشان اتحكم في الكميه. هذه الفرشه اللي اخذتها منهم بعد، شوفوا كيف كيوت، زين، وبوزعها على وجهي. اوكي اي احس جايز ابي ارجع استخدم البيوتي بلندر. طبعا انا بدايتي لما كنت احط الميك اب كنت وايد احب البيوتي بلندر، مستحيل اوزع الفاونديشن او الكونسيلر فرشة، يعني دائما كنت استخدم بيوتي بلندر، بس فتره من حياتي وقفت وبديت استخدم الفرشه. والحين قبل يومين تقريبا استخدمت مكياج اختي، وهي ما عندها فرشه تستخدم البيوتي بلندر،
صار فيني ان ابي استخدم البيوتي بلندر اجين لانه حرفيا فظيع. او ماي جاد جايز، حرفيا الفاونديشن طلع نفس لون بشرتي بالضبط. ليش احس ان الفاونديشن لايت كفر؟ ما احس انه مكتوب انه فول كفر. اوكي بس انا ما اعرف ليش حسيته لايت، لان الصراحه وايد خفيف على البشره. نشوف، انا هنا عندي علامه كنت متعوره وانا صغيره. ف يس، انا عاده ما احط فاونديشن، انا النوع اللي اوزع الكونسيلر على كامل وجهي، بس هالمره قررت اني استخدم الفاونديشن. واو 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 واو، ما حسيت انه فول كفر. هو مكتوب انه فول كفر، انا ما حسيته او يعني فول كفر لهالدرجه، بالعكس حسيته وايد خفيف. واللي حبيته ما اعرف اذا هذا عشان انا حطيت البرايمر، بس الفاونديشن كان بسرعه يتوزع، يعني ما حسيت انه يتكتل او ثقيل. صح البرايمر وايد حبيته، حسيت انه رطب وجهي. وهذا كان، انا حسيت ان اللون يناسب بشرتي، مو لهالدرجه فاتح ولا غامق، فحبيت اللون غامق. بس نشوف، لازم استخدمه واتشجع. ما اعرف استخدمه كبرونزر، بس مو لهالدرجه غامق. ما اعرف الى حد اللي ما عنده جروب الانستا اللي انا موجوده فيه وكل حد موجود فيه، روحوا انضموا بجروبي في الانستا، خلوا صفحتي في الانستا. انا حاطه كل حساباتي في السوشيال ميديا تحت في الديسكربشن. اول ما بتدخلون في صفحتي في الانستا بتشوفون في البايو مكتوب فضفضه فاطمه، اضغطوا عليه وبتدخلون الجروب حرفيا. عندكم اسالوني اسئله، نصايح، اي شيء تبوني اتكلم عنه. وايد جايز تسالوني هالفتره فاطمه كيف نتخطى، فاطمه كيف نتخطى، يعني هذا اكثر سؤال قاعد ينسال هالفتره. تخطي يعني وايد احس هالموضوع صاير بوم هالفتره، لان اكيد احنا فتره الشتاء في علاقات قاعدين نحاول نتخطاها، وفي علاقات جديده، وفي علاقات يعني مكس. جايز الحين بستخدم الكونسيلر مات كونسيلر. اوكي صراحه شوي لونه غامق، ما احس اني احتاج كونسيلر، ما بكذب عليكم، بس بحط شوي شوي شوي. جايز حسيت انه غامق، انا ادري انه يبين انه غامق، شوفوا كيف، ما ادري اذا عندكم قاعد يبين غامق شوي ولا لا، بس بحطيت شوي وايد شوي بس عشان نجربه. اكثر سؤال ينسالني هالفتره، فاطمه كيف نتخطى، فاطمه كيف نتخطى، فاطمه كيف نتخطى. بما ان قاعدين نمر الحين في مرحله تخطي، فبساعدكم شوي وبعطيكم شويه نصايح كيف تتخطون. طبعا انا متكلمه عن هالموضوع الف مره قبل في الفيديوهات، بس حق الناس اللي مو بسامعين قبل، انا في اشياء اسويها، هالأشياء تساعدني إن أنا أتخطى. طبعًا أنا مو بيرفكت، أنا مو أحسن وحدة وبعطيكم نصايح للتخطي، لأن أكيد أنا إنسانة في النهاية، وللحين ما وصلت لمرحلة اللي أقدر أتخطى بسرعة، أو إذا مريت في صداقة سلبية أو في علاقة سلبية أقدر خلاص أطلع منها وأنا بكامل قواي العقلية، لا. أحس أهم خطوة تسوونها إن أنتوا إذا تبون تتخطون حد، إن أنتوا توقفون مراقبة، ما تراقبون الشخص ابدا. قبل لا اكمل، شوفوا جايز الكونسيلر، اسفه جايز بس يجنن، حرفيا يجنن، ما بكذب عليكم، وايد حبيته. نفس تقريبا حسيت انه نفس الفاونديشن، بس شوي الدرجه ما تناسبني، شوي شوي شوي، بس بشكل عام وايد حبيت كيف الكونسيلر يجنن. فأحس أول خطوة أن تسوونها أن لا تراقبون الشخص أبداً. إذا أنتي قعدتي تراقبين الشخص في حياتك ما بتتخطينه حرفياً، أنا أقصد حتى المراقبات اللي تسوينها آخر الليل وقفيها، حاولي أن ما تراقبين الشخص أبداً، لأن إذا قعدتي تراقبينه آخر الليل أو أي وقت من اليوم، أو حتى أول ما فتحتي عينك رحتي شيكتي على حساباتها، شو منزل، شو مسوي، وين رايح، ما بتتخطين، لان انت بهالطريقه بتبينين لنفسك وبتبينين وبتجذبين طاقه ان انت للحين مهووسه في الشخص. Fake it until you make it. انا وايد اؤمن في هالشيء، صايره اسمع اغاني التخطي، صايره ما اراقب الشخص، صايره ابين بكلامي ان انا مو مهتمه. ليش؟ علشان الكون يلتقط هالاشارات ويحس ان هي حرفيا بدأت تتخطى هالشيء، وحرفيا هالشيء يصير واقع، توصلين لمرحله ان بعد فتره، بعد شهر، بعد اسبوعين، ما ادري. طبعا كل شخص تاخذ منه فتره التخطي مده معينه، بس مثلا بعد اسبوعين، بعد شهر، بعد فتره تكتشفين ان انت خلاص حرفيا صرتي
مو لهالدرجة تهتمين هالشخص. عرفتي قيمتك، عرفتي قدرك. أنا أحس هالشيء أهم نصيحة أقدر أعطيكم إياها، اسمعوا أغاني أو كلام ناس يتكلمون عن التخطي وايد. مثلا وانتي قاعدة في اليوتيوب، إذا ما تسمعين أغاني لا تسمعين أغاني عادي، لأن أدري إن في ناس ما يسمعون أغاني فلا تسمعين أغاني. بس إذا ما كنت تسمعين أغاني روحي سوي سيرش، اكتبي، يعني بتحصلون جايز وايد فيديوهات تتكلم عن التخطي أو كيف إن أنتي تصيرين مركزة في حياتك أكثر. وطبعاً طبعاً الثاني أهم نصيحة بعطيكم إياها، حاولوا إن أنتوا تركزون في حياتكم كثر ما تقدرين. اشغلي نفسك. تعرفين ليش دائماً الطرف الثاني يكون أقوى عنك؟ طبعاً إذا أنتي كنتي إنسانة قاعدة تدورين حلول عشان تتخطين، هذا احتمال كبير معناته إن أنتي متعلقة بالشخص والشخص الثاني مو متعلق فيك. تعرفون ليش دائماً في طرف متعلق وفي طرف ثاني مو متعلق؟ لأن الطرف الثاني 24 ساعة مشغول، لو لاحظتوا دائما يكون مشغول، دائما طالع، دائما ما قاعد يفكر فيك أو ما قاعد يفكر بمشاعرك، فعشان شي هو ما يتعلق فيك. فالشيء اللي أنت لازم تسوينه دائما تشغلين عمرك، تسوي أي شيء جايز، في وايد أشياء تقدرون تسوونها في الحياة، تتابعون فيديوهات عن التخطي. إذا كنتي تحبين هواية معينة أرجعي للهواية اللي كنتي تحبينها، إذا كنتي تحبين الرسم أرجعي للرسم، إذا كنتي تحبين تغنين أرجعي للغناء، إذا كنتي تحبين السباحة روحي تسبحي، إذا كنتي تحبين النباتات روحي زرعي نباتات، روحي ركزي حطي تركيزك والإنرجي اللي أنتي فيه في شيء أنتي تحبينه. هالشيء بيساعدكم. مثلا أنا إذا كنت أبي أتخطى أحط كل تركيزي في اليوتيوب، قاعد أصور لكم يوميا، أسوي إدت، أنزل لكم، لأن أنا أحب هالشيء، أنا هالشيء أشوفه كهواية فأحب أسويه. أو مثلا أحط تركيزي في الرياضة، تركيزي في الطبخ، في وايد ناس يحبون يطبخون، فرجعي للأشياء اللي أنتي تبين تنمينها في نفسك، وخاصة بما أننا نحن الحين داخلين سنة جديدة، فحاولي تركزين على أهدافك حق السنة الجديدة أو الأهداف اللي ما سويتيها وللحين منتظرة أنك تسويها لهالسنة. فيهم باقي أقل عن 20 يوم ندخل في السنة الجديدة، فحاولي أن تسوين الأهداف اللي كنتي حطتها في الجدول وما سويتيها. الحين الخطوة اللي بعدها أني بحط سيتينج باودر. الصراحة هذه أكثر خطوة تخوف، لأن السيتينج باودر أهم شيء عندي في الميكب أنا السيتينج باودر. إذا حطيتي باودر خايس بتشوفين علامات بيضة، بقع، أشياء مو حلوة في بشرتك. فخلونا نجرب السيتينج باودر. الباودر خرب وجهي يعني خط أحمر. ما همني حساس. ضل 5 دقايق وبعدين نشوف شو بيصير معانا. أوكي. نكست عندنا جل الحواجب. طبعا أنا ما أرسم حواجب الصراحة، ما أحتاج وايد. ما جربت قلم الحواجب بس بجرب هذا الجل معاكم. أش أم برو. جايز. تقدرون تستخدمونه حق اللاشز أو حق الحواجب. سكيوت. نشوف يثبت ولا لا، أهم شيء نشوفه يثبت ولا لا. جهزتوا أهدافكم حق السنة الجديدة؟ طبعا أنا لا، للحين ما جهزت ولا هدف حق السنة الجديدة. أنا شوفوا جايز، أنا من النوع اللي كل سنة أحب أحط أهداف، فأكيد بحط أهداف، بس للحين ما قعدت مع نفسي عشان أطلع أهدافي. أبي أعطيكم شوية نصايح كيف تحطون أهداف حق السنة الجديدة بدون أي دراما وبدون ما تحسون إنه ليش أهدافنا ما تتحقق. دائما أسمع في ناس يقولون ليش دائما أحط أهداف وأهدافي ما تتحقق، فبقول لكم ليش وبعطيكم شوية نصايح كيف تحطون أهدافكم. أوكي جايز، حطيت الجل الحين بخليه ينشف شوي. أوكي والحين وقت إن نحط الآي شادو. أحسه بيجمنتد جايز. المهم النصايح اللي بعطيكم إياها وأنتوا تكتبون أهدافكم حق السنة الجديدة هي أول شيء لا تحطون أهداف غير واقعية. لازم تسألين نفسك قبل لا تحطين أي هدف، هل أنا عندي القدرة المادية علشان أسوي هذا الهدف؟ يعني تبدين خطوة بخطوة، لا تنجزين من هدف لين هدف. شوفوا جايز، أنا ما أبي أحطمكم، ما أبي أكون من النوع السلبي لا تحطين أهداف كبيرة وأنتي ما بتوصلين لأهدافك، لا مو بهذا اللي أنا قاعد أتكلم عنه. يمكن أنتي هالسنة ما بتقدرين تسافرين لندن، بس السنة اللي بعدها بتقدرين تروحين لندن. المفروض أن أنتي تحطين مثلاً هدف إنه أوكي أنا هالسنة بفتح بزنس علشان السنة الجاية أو يمكن على نهاية السنة أقدر أروح لندن، صح ولا لا؟ يمكن أنا إذا فتحت بزنس
وقدرت أطلع من هذا البزنس فلوس، يمكن أقدر على نهاية السنة أروح لندن. الهدف شو بيكون؟ الهدف إن أنتي تفتحين بزنس، لازم تبدين خطوة بخطوة، مو بنا أوكي أنا بروح لندن بس ما في فلس بحسابك، لا. يعني بهالطريقة أنتي تتحطمين وبتقولين على نهاية السنة أنا ما قدرت أوصل لأهدافي. أنا بصراحة كنت أسوي هالشي قبل، كنت من النوع اللي guys خلاص أنا هالسنة بشتري سيارة، أنا ما كان عندي ولا فلس حرفيا. تصدقون إن أنا يعني سنوات اللي قبل دائما كنت أقول أنا بطلع مليون هالسنة، أنا guys ما كنت أفتح بزنس، ما كنت أشتغل، ما كنت أسوي شيء. كيف تحصلين مليون وأنتي ما تسوين شيء؟ أحس الشيء شوي مو بواقعي، بس غيرت تفكيري وصار فيني أوكي أنا هالسنة بشتغل على نفسي وبطلع فلوس مثلاً 100,000 أو بطلع مثلاً 50,000 هالسنة، ما بحط المليون لأن المليون وايد هدف كبير. المفروض إن أنا أحط هدف يناسب، يعني هدف عقلاني، عرفتوا؟ مو هدف طاير في السماء. السمام في النهاية أنتي بتتحطمين وما تبين أنتي توصلين نفسك لمرحلة أنا أهدافي ما تتحقق، أنا فاشلة، أنا فاشلة، عقب تصيحين لا. لازم تكونين قوية وتحطين هدف يناسبك وهدف واقعي. سبق أقولكم يا عن قريب صراحة 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 حبيت الآي شادو، بس ما حسيت أن لهالدرجة بيجمنتد، عرفتوا؟ ما حسيت أن أول ما حطيته أوه آي شادو بني، لا. حبيت الجليتر اللي في الباليت العام، بالنسبة لسعره وايد حلو بس مو لهالدرجة بيجمنتد، ف يعني حبيته. خلونا نشيل الباودر نشوف كيف الباودر. اوكي اعطيكم التقييم الحقيقي حق الباودر. الصراحة لما حطيته هني وايد حبيته لانه نظفه عدل. تحت العين ما حبيته وايد لان حسيت انه شوي لون الكونسيلر وصار شوي رصاصي، ما ادري احس انه تكتل. هو عندكم في الكاميرا ما قاعد يبين وايد، بس ما حبيته حق تحت العين وايد. ف الباودر مو لهالدرجه صراحه. خلونا الحين نجرب هذا البلاشر الكريمي، متحمسه اني اجربه. احلى فقره عندي اصلا في الميك اب كله لما اجرب البلاشر، احسه وايد حلو. اللون وايد كيوت، مو البينك الباهي تعرفتوا. خلونا نشوف. واو واو، من ناحيه صراحه انه يندمج بسرعه على البشره، يعني لا حلو حلو، واللون حلو بعد. حبيت اللون الصراحه، بسرعه يندمج على البشره ف كيوت. جايز انا الصراحه وايد حبيت البلاشر هذا، يجنن، حلوه وبسرعه ينتشر على البشره ف اي لاف ات. البلاشر اللي شفت عليه وايد مدح، سوري بس وايد واو، وايد وايد وايد، بس مو ما حبيت الباودر. شوفوا الباودر كيف تحت عيني خرب الميك اب، بس البلاشر يجنن 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 جايز. وايد حبيت النوعين البلاشر، وايد حبيتهم، يستاهلون الصراحة، والسعر وايد رخيص. والحين فقرة الهايلايتر، خلونا نجرب هذا الهايلايتر. جايز كيوت، نحط الهايلايت، ما ادري قاعد يبين عندكم. واو يجنن يجنن يجنن. او ماي جاد جايز، وايد حبيت الهايلايتر. تقريبا خلصنا تقريبا، بس باقي كم من اخر خطوه، واللي هم شريت اي لاينر وشريت بعد كحل حق العين، لان انا دائما احط كحل في عيني. متحمسه اني اجرب الكحل. واو الكحل يفوز، شوفوا كيف الكحل اسود اسود، وايد كان سهل اني احطه، حسيت انه بهالجمال، بس شوفوا كيف يجنن الكحل. رسمت فيه شويه ايلاينر، وايد كان سهل الكحل يفوز. السواد بيرفكت، وايد حبيته. رسمت المدمع شوي بالايلاينر، الصراحه مو احلى ايلاينر في الحياه، لان حسيت ان اللون اسود بس مو ان تحسونه ما قاعد يطلع بسرعه، ما اعرف، حسيت ان اللون لازم ترسمينه كم من مره عشان اللون يكون اسود اسود اسود. حلو بس مو احلى ايلاينر في الحياه. يا روج احمر والبلاينر احمر مع جلوس شفاف، ف
في الفلوج اللي قبل كنت امزح معاكم وقلت لكم جايز انا انخطبت، وللحين قاعدين تسالوني فاطمه انت صدق انخطبتي؟ لا جايز انا سنجل وبنجل ومنجل، انا سنجل على الاخر، مو متزوجه ولا مخطوبه ولا شيء. يعني كنت امزح معاكم لانه اوريدي يعني ما في خاتم، كنت قاعده امزح معاكم، لا تخافون مو مخطوبه مو متزوجه ولا شيء. Don't worry. احمر نشوف هل هو احمر هل هو ثابت هل هو هذا كله بنشوف. حاليا البلاينر حلو، كان وايد سهل بس شوي احس ما حبيت اللون، بس بنشوف ما بحكم عليه الحين، بس كاستخدام كان وايد سهل وسموث. واو جايز واو جايز اللون يجنن، هو لانه مات الصراحه شوي ينشف ما بكذب عليكم، بس طبعا انا شاري جلوس عشان احط فوق، انا ما احب الارواج المات ابدا. سوري بس احلى جلوس شفاف استخدمته في حياتي، خيال شفايف مو قادر اتحمل. درجة الاحمر حبيت، كل شيء وايد حبيته. السبراي ما كان يرش عدل، الباكجينج شوي تعبان، بس ترى خلصت فول فيس اوف اسنس ميك اب، حرفيا كل شيء من A to Z الى البرونزر، بس هذا هو الميك اب. اكتبوا لي تقييمكم حق الفول لوك تحت عشان اقرا كل شيء تحت. وبس جايز خلص الفيديو، وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أنكم حبيتوا واستانستوا واستمتعتوا بهذا الفيديو، صراحة شوي الفكرة جديدة حقي، وشخصياً استانست، كان حقي ممتع إني أجرب ميك اب جديد. أحبكم وايد وايد وايد، لا تنسون فولو شير لايك سبسكرايب، واكتبوا لي إذا تبون تقريباً نفس هالفكرة بس مع براند ثاني عادي بسوي لكم إياه. وبس جايز أحبكم وايد، ضيفوني في حساباتي في السوشيال ميديا، في الفلوج اللي بعده لأنه بيكون فلوج حلو لطيف وجميل ممتع. anyways احبكم وايد، باي. هاي جايز ادري اني خلصت الفلوج، بس كنت قبل لا اخلص كل شيء ابي اراويكم الميك اب بعد تقريبا 5 ساعات. شوفوا كيف ما في ولا شيء تغير، كل شيء بيرفكت. شوفوا حتى الكحل ما راح، بس انا مسحت الروج طبعا، بس شوفوا كيف كل شيء الحين موجود بيرفكت. وبس يعني كنت بعطيكم ابديت. Bye!